السلام عليكم. ذكر الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين دواعي الحسد، الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الحسد، فذكر ثلاث دواعي. الداعي الأول بغض المحسود، فأحيانا تبغض شخص فتكره له أي فضيلة تنسب إليه أو أي محمدة يشكر عليها تحسد عليه وتمنى زواله منها، وهذا أخف أنواع الحسد. الداعي الثاني من دواعي الحسد أن يكون في المحسود فضل يعجز عنه الحاسد. مرات تعجز أنك تكون مثل هذا المحسود فتحسده وتنقم عليه ما أتاه الله من فضله، وهذا ما حدث لأبي جهل. أبو جهل كان يسمع القرآن خلسة من النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه الأخنس بن شريق فقال يا أبا الحكم، كان يكنى أبي الحكم، ما قولك فيما سمعت؟ قال اسكت، أما والله إنه الحق، ولكن وبنو عبد مناف، هو بني مخزوم، ولكن وبنو عبد مناف كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، أسقوا فأسقينا، يعني كلنا وياهم في خدمة الحجاج والعلوم الطيبة سوا، حتى إذا تجاثينا بالركب قالوا منا نبي يوحى إليه، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به ولا نصدق. فدفعه الحسد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا الداعي كثير إلا من عصمه الله. الداعي الثالث الذي ذكره الماوردي أن يكون في الحاسد شح بالفضائل، هذا شر أنواع الحساد، إنه الله عطاءه ما ينفد. قال سبحانه قل لو، يقول سبحانه متفضلا، يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني نقول الحمد لله أنه الفضل والجنة أنها بيد الله، مي بيد أحد من خلقه ولا منعنا. فبعض الناس يكون في شح بالفضائل، ما يتمنى لأحد أن ينال شيئا من فضل الله ولا شيئا من خير الله، وهو مو بيعطي من عطاك الله المتفضل الواسع. هذه ثلاث دواعي، نسأل الله أن يقينا وإياكم منها. الله ركب فينا الحسد، لكن الكريم كما قال شيخ الإسلام يكتمه واللئيم يبدي، والله الهادي.